هەوری کوردستان جارێ وەستاوە یاریزانانی کە بۆ ئەوان یاریەکە نتوانن بێن لێرە ژیاری بکەن تەلەفۆنیان کردو قسەیان کردو بەیانی ئەنبینێت و تەشکیلەکەی ئەوانی کە ئیختیبارەکەن تا ئێستا ئەوانەمان نەکردو بەیانی وەکو ئەوەی کاپتن وتی بە دوو هەفتە فرقە ئێمە ڕاستە فرقەیەکی دەوری کوردستانمان هەبوو بەڵام کە دەوری کوردستانی ڕاکرایەوانێ ئەوەمە هێنین دەوری عێراق و چەند یاریزانێکی تریش لە نادیەکانی کە و لە بەغاش ئەو خۆی یاریزانی ئەوانی کە ئاناسیان هێنن توانن فرقەکە دروستەکەن و بەشداری دەوری پێکەن ئێمە جاری یەکەم بەس اتفاقمان کردووە لەگەڵ هاتووین کە ئەقدەکەمان ئیمزا کردووە لەسەر ئەوەی کە لێت لە نادی سلێمانی دوایی لەسەر مەبلەغەکە قسەکەین هێشتا قسە مەبلەغەکەمان تعدیل لەگەڵا کردووە و خۆی زۆرتر لە ئێمە إصراري كردوه كبجداري دوري بكينو أو كاريب كابوي دوري كبر. إحنا خلينا نكون واقعيين الكل نعرف إحنا مهمة التسليم إجت متأخرة خصوصا بعد الاتحاد العراقي اللي كان هو السبب بين صعود الفريق السليماني للدوري الممتاز قبل يمكن 4 أيام فريق أنا بصراحة تفاجأت فريق سليماني كنت أتوقع يعني حال فرق الكردستانية لأن أنا ساكن بدهوك وأغلب الفرق زاخو أربيل دهوك زيرفاني كلهم يتدربون ومشاركين بطولات استغربت اني فرق لاعبين سليمانية ما متدربين وما متجمعين وضعهم البدني وضعهم الصحي حتى اقدر على اثر اقدر اختار اللاعبين الموجودين متفق مع لاعبين ولاعبين جيدين على مستوى واريد يعني اريد اوقف على السقف المادي الاخير حتى اقدر اتكلم مع اللاعبين اللي اجيهم واللي يفيدوني في الفريق حتى ما اريد اطيل بصراحه هو البرنامج الاعدادي لهم ورغم هو قصر يمكن